احتفظ الحكم الدولي الجزائري جمال حمودي بجائزة صافرة الذهبية لأفضل حكم ساحة عربي للمرة الثانية على التوالي حسب استفتاء مجلة الحدث الرياضي لعام 2013. الاستفتاء شارك فيه 38 من خبراء التحكيم والحكام الدوليين المتقاعدين الذين سبق لهم انقاض مباريات في كأس العالم، وباتوا محاضرين دوليين ورؤساء لجان الحكام في الاتحاديات الآسيوية والإفريقية والعربية وفي الاتحاد الدولي لكرة القدم.